السلام عليكم طلاب وكاد الشباب، شو اخباركم؟ شو مسوين اليوم؟ معكم محمد المقطعي. طبعا هذا المقطع عن تحدي كروي خام، نحاول نتعرف على اول لقب فاز به اشهر نجوم كرة قدم خلال مسيرته من الجزء الاول. اوكي، عثمان تبيلي، الدوري الالماني، فرنسا، الدوري كاس الماني، اتوقع كاس الماني، ولعب اصلا في فرنسا، توقع كاس المانيا. حلويس نقطة واحدة، فاز به مع بروسيا دورتموند. حلو، تشيليني الدوري، ما تقول لي خير الدوري، دوري لا لا لحظة لا تجيب العيد، كاس السوبر الايطالي لا لا دوري 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 ايه الدوري، فاز به مع يوفنتوس 2011 2012. والله يمكن اتوقع الدوري الارجنتيني، ما انا هو بدا الدوري الارجنتيني الحين ولا غلطه. اوكي والله اتلتيكو مدريد كان يلعب هذا زين، فاز في الدوري الاسباني جريزمان، لا انت لا فاز في الدوري الاسباني صح 2014 2015 و 2013 اي لا لا كسو لا تتوقع. اوكي خطأين صح نزل. توماس مولر الدوري ما يبقى الدوري، ما توقع كاس السوبر، توقع الدوري كتير اقصي يخاف والله مني بالعيد يا شباب. دوري المال يا السلام فينا تسعد فينا عشان يا السلام مال بايع حلو يا شباب. اوكي جيسي دنجل يا اخي كل الكوس من الانجليزية انساها. كاس الرابطة كاس الرابطة كاس الرابطة صح؟ لا كاس الاتحاد. اوكي اوكي هو الكاس. اوكي لعب مع لين توقع عزاب زين، كل فرنسا فرنسا زين. هذا طبعا مقطع قديم كاس فرنسا صح؟ لا دور فرنسي قولي ليه اللي يفوز في الدوري الفرنسي؟ كريم بنزيما الدوري الفرنسي، لا مو في الدوري الفرنسي، كاس كاس فرنسا كاس فرنسا، قبل ما ياخذ الدوري الاسباني خذ كاس فرنسا، قبل ما ينتقل للدوري الاسباني. لا نحسب يا لا لا ما نحسب دي روسي دي روسي والله ما بتفوز كاس إيطالي يمكن؟ قول حلو 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 كاس إيطالي يا السلام. لعب 2006 2007 والله قديم الولد تربى وتعشى. ها هذا سهلة، كاس سوبر الأوروبي ضد ريال مدريد فازوا 4-2 صح؟ هو اللي سجل هدف يا السلام. حلو 2010 اوكي يعني اوكي المهم مالي الرياض محرز الدوري دوري لا 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 مو دوري انجليزي لعبوا الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي زين زين اوكي اوكي مع الليستر مع الليستر انا كنت بقول لا 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 زين الانجليزي انت سيء انا ذكرت انه فاز ويا الليستر جاتني ابراهيموفيتش الدوري الهولندي مع اياكس اتوقع سويدي ما ادري اذا هو يعني فاز اوكي دوري الهولندي يحصل الحين زين انسى اني بشار صحيحه اللي مسعود وزيد دوري اسباني يكون مع ريال كاس سوبر الهولندي اتوقع الدوري الاسباني مع ريال اتوقع واضحه صراحه اي والله فاز 2009 اوكي فيليبي كوتينيو لحظه عشان لا انت لا بس في مع انتر انتر اوكي دوري البرازيل لا 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 لا, لا, لا كاس السوبر كاس السوبر الايطالي يا سلام يا سلام مين يا شيخ كفو زين 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 حلو في 2010 يا سلام يا سلام صح صح
باولو ديبالا. ديبالا فاز في الدوري الايطالي من يا على اليوفنتوس، يلا فوز الدوري الايطالي. لا تقول لي ما فاز الدوري لا كالسوبر. ايه صح يا اخي كالسوبر يلعب قبل الدوري. محمد ركز ركز اوكي. تذهب والبقوة الدوري الايطالي مع اليوفنتوس ولا كاس فرنسا. اقول الدوري الايطالي، بقول الدوري الايطالي، بقول الدوري. يا سلام حلويس، حلو حلو حلو. حد ليونيل ميسي الاسطوره، الاسطوره. الدوري الاسباني، الدوري الاسباني فاز. لا تقول لي الدوري الاسباني ما فاز، الدوري الاسباني والله خاف عندي لط، بس الدوري الاسباني. ايه يا سلام يا سلام، مو كان صغير فاز يا محمد صلاح. ما اتذكر ويا سويس، اتوقع مع بازل كان صح. زين دوري سويسري كاس مصر، كاس سويسري زين ويا منو لعب نقول كاس مصر. اوكي مع بازل. اوكي كريستيانو رونالدو فاز مع لشبونة صح؟ ايه لشبونة. الدوري البرتغالي، الدوري البرتغالي، لا تقول لي الدوري البرتغالي فاز صح؟ لا السوبر. اوكي كاسيميرو. اوكي هذا قبل ما يجي الدوري الاسباني. يا فاز في الكوبا السود امريكاني ولا دوري البرازيل؟ الدوري البرازيل، انا بقول الدوري البرازيل. ما ادري شو الكوبا السود زي الدوري البرازيلي. لا الكوبا السود. اوكي الثاني بعد. اوكي يا شباب فهذه نهايه المقطع، اتمنى عجبكم مقطع، لايك سبسكرايب شير كومنت. تبوا شباب كم جبتوا صح كم جبتوا غلط؟ بالنسبه لي يعني ما يبنى العيد وايد، بس يبنى اشياء صح واشياء غلط. اوكي اتمنى عجبكم مقطع، لايك سبسكرايب شير كومنت. نشوفكم على خير مقاطع اخرى، مع السلامه.